عساكم بخير يا طيب. ابي هذا. تمام. كم اخويا بالله؟ 2000 ليرة تكيف. مشكور مشكور. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. هلو. هلو. هلو برو. هلو. How much? 2000. Oh, give me, bro. Yeah, no, yeah, bro. Okay. Oh, thank you, bro. Okay. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحييكم. أهلا وسهلا. السلام شباب. كيف حكيت صحتك؟ الله يحييكم. منين أنت الخال؟ من حلب. الله يحييك والله جماعة حلب. كيف حكيت صحتك؟ والله الحمد لله. متجوز؟ شو؟ متجوز الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. شلون الشغل؟ شلون إن شاء الله؟ والله الحمد لله ماشي الحال. إيه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. إن شاء الله ياخذ محل هذا إجا أو بلا هلا. كيف؟ إيه شو اسمه؟ شو في عندك تليفونات مرتبة؟ والله انت مثل ايش طلبك مثلا بدك ثقيل خفيف مثل ايش طلبك؟ انا صراحه بدي شيء كويس، عرفت علي؟ انا بشوف ما راكزم عليك، ضريت كثير الله يوفقك كرمال الله انه ما بدي تضرني بالتليفون، عرفت علي؟ تمام. ايه بدي تليفون مرتب. تمام ايه. طلبك عندي انا بفهم فيهم يعني، هو بس انت ظبطي طلبك. ورجينا هذا، ورجينا هذا. هذا ايش بقولوا له؟ هذا S10 5G. ايه عرفته. الجهاز كثير نظيف، عرفته هو ومقفول ان شاء الله. فيه حنيه بتطلع هيك كيف هيك في مثل هيك مثل لا لا ما في شيء. عندك مسطرات؟ سلح نبي بحال هذا المسطره لنا شيء ايش لا شيء مسدس؟ لا والله ما في هني ما في شيء مره. جهاز كثير نظيف ومقفول بيطلع فيه اي مشكله عندي. هدول الثلاث كاميرات شغاله؟ طبعا كله شغال. بقولوا لي هي ما بتشتغل. لا معلم مقفول الجهاز عندي كله شغال ومجرب. هو بيجي فيه عربي ايه؟ طبعا فيه عربي انجليزي كل شيء فيه. معلم انت رايك تعمل لي الحركه هيك شوي؟ معلم انا جاي مصراتي بالحرام؟ لا ما عندي افحص اشتري انا ما جاي لو جاي العب على مؤاخذه ما بمسك بالله بفحص. احنا كمان عندنا شغل وانت عندك شغل. اكيد 100%. طيب ايفون 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 الو كيفك فراس؟ بصحتك؟ بيومك؟ ان شاء الله بخير؟ احلى فراس خليني اياك معلم. بدي اسالك انت زمان اشتغلت بالتليفونات مو صرت تعرف في تليفون هذا S10 ولا ايه S10 بلس هذا 5G هيك ايه والله هلا بدك تشتري تعرف انت بدي اغير تليفوني هذا عقدني جنني بجمد لك ما شاء الله. المهم قديش بس قديش صاير عم بيصرف؟ ليس 10 ايه والله انا ما بعرف بس بده يضرني فيه والله ما بعرف. طب شو بكرمه؟ طيب ما طب ما ادمجني ادمجني معه بالمكالمه بالخط. الو شو عم تسوي هيك؟ لسه عم بحكي برا التليفون. ايش قصته هيك؟ توخني ايش هالزباين؟ لك والله احلى بكرمه يعني تنصحني فيه. طيب ماشي خلي لي اياك يا ابكر. شوف انت اسال لي عنه وخبرني انا هون عند الزلمه. شوف هلا شو في معي بخبرك. ايش هالزباين؟ ليش اشتري تليفون تشتري المحل كله؟ شو هاد؟ احكي مع 50 واحد مشان تليفونه. الو يا ماما ايش عم تساوي؟ لا مسكر هلا روح تبعت روح تبعت شوي مسكرين هون مسكرين. بدي اشتري بدي اشتري تليفون بدي ادخل زبون هلا بس دخل زبون بينتهي مع ذاك الزبون. ايه مينك قدام المحل؟ لا يا ميمي ميمي بربك قومي بسرعه هلا توضي صلي لك ركعتين استخاره ونامي لك 5 دقائق وخبريني شو بصير معي. بدي اشتري تليفون بيتي الاستخاره عليه سريعه. ليش رجعت المحل؟ ليش عم تخوص؟
اللي يشتري المحل كله هو تليفون صراعني راجي راجي راجي. كيف الاوضاع عندكم بسوريا؟ والله صار صف كهرباء. حلو حلو. بدي اسالك، خرجت نسي عن المحل كله جبياتها تحت بيتنا كان. اسالي على الاس 10 شو قطع بسوا؟ امبارح والله قديش بسوا؟ عندكم ارخص. والله بدي اشتري واحد عند الزلمه انا. معلم روح انت بعد شوي تاع، بعد شوي تاع. بقول لك مسكر اخوي، عم مسكر المحل. ايه طيب ماشي ماشي، بشوف تصير معك ماشي. خلص ماشي يلا، بشوف امك على بيت السخاره ترد لي خبر بقى. يلا ماشي. طب يلا يلا ماشي يلا، بصور لك اياه. جاوبي ليش شلت التليفون من هون؟ يعني بدي اشتري شلته من هون ليش اشيله؟ طالع التليفون بعد امرك، طالع التليفون بعد امرك، بعد امرك طالع. جيت اشتري بس ما طلعت اللي عندي اشتري. يعني شو انت نسيت التليفون اللي علي كمان اللي يعطيني الله يخلصنا. يلا رأي صور لك اياه. بس في هالبرمانه صور لي. مين بده يشتري انت ولا في هو؟ انا بدي اشتري بس هو هذا الزلمه صاحبي. يلا بدي خلصنا. صورت لها هيك شفته؟ والله ما اجيبك فيديو. يلا ماشي. بس دقيقة بعد امرك، ثانية ثانية بتحكي. بس خلصني معلم، مش عندي شغل. ثانية بس. هلا انا بس قرب الكاميرا بطول التليفون مشان يبين شاشته. قرب بس من ايدك حاول. ايوه يلا، كثير شاشته. ايوه حلو. وضع جنب. ورجيه سيف، ورجيه انه سيف. عمل له ايه؟ ايوه حلو تمام. معلم انت عم تشتري تليفون ما عم تشتري بيت او سيارة، خلصني يعني مش عندي شغل. معلم والله ما معك. والله الله الله بيعلم شو جاي من مصراتي. المهم كلك يعني. الو ما بعرف ليش معصب علي، الله يسامحه لاني درويش. ايه شفته؟ اصور لك يا مغنية؟ لا بعدين الله تعال وينك؟ بسم الله ونعم الوكيل. اوف اللهم ارجع نهار اخير احسن شيء. راجي راجي هلكني، ايش حسبوني؟ ايه مين؟ شو بين معك في الاستخارة؟ يا دوب في دقيقتين. ايه شفتي اسد عم ياكل حوت؟ ايه ما طلعت ايش تفسيرة؟ والله ينبهر يمكن لك هالتليفون اسد. خلص خلص روح اشتري. ماشي يلا. طيب ماشي انت خليك عم تسأل للمساء. شوف انت ماشي يلا بحكي معك. باي باي. خلينا هيك معلم، ضب لنا اياه، طالع لي اغراض وكذا وهيك شكل كثير. قديش سعره هذا ما سألته؟ سعره 6000 ليرة هيدي روحي. قديش قلت لي؟ 6000 ليرة تركي. ايه يعني رحت ثلاث اربع مرات. ما نسيت والله نسيت اسال خسرت. طيب ايش في عندك شي 500؟ شو؟ شي 500. هو بصراحة أنا كان والله نفسي أقضي بس. طيب رقدت لي على أغلى جهاز، أنا بدك جهاز 500 دولار؟ ما هو ما هو 500 دولار ما هي مش خذ. هذا 500 دولار تكرم خلصني. هذا 500 بس أخلص خلصني دي. ايه كويس يا بلا ما نسأل عليه. ماشي خلص ان شاء الله صرت على الثقة. بلش انا تفضل علي. هي 200 اوف 300 400. لا تواخذني يا معلم نسيت يمكن جبت بن للبيت. معلم هيك ولا 500 قلت لك الله يسامحك. هاي راجي راجي شغال دماغ على الفاضي. يا اخي شيء 400 ما بوفي. ضبطنا يا. خلصني ليه؟ خلصني بس بدي اخلص. خلص بس ما فيه كفالة طول. بس الشاحن غراض غراض وصلت. ما فيه كفالة طول وبتاخذها هيك على حاله. طب الشاحن سماعات؟ ما معه شيء. ما معه شيء ابدا؟ ما معه شيء 400 ما معه شيء. ومو مقفول. لزق شاشة كمان ماله؟ والله ماله يا ابوي. طيب. بطارية احتياط شيء ماله هيك على حاله. ايش انت عم تاخذ ايفون؟ رجالي يا اخي ايش هالزلمة؟ وجهك انا بدي احطه عندك على المحل. وجهك ما بدي اشوفه هون يا زلمة. راح وجهك 50 مرة اخر شيء ما اشترى. منيح ما بشتري جهاز غالي. ايش هذا؟